مساكم الله بالخير وحياكم الله. البداية مثل العادة مع أبرز وأهم العناوين. استبعاد 5 لاعبين من معسكر الرياض بسبب الإصابات. المنتصف يقلب أوراق القائد الفني للمنتخب السعودي رينارد منذ توليه قيادة الأخضر حتى الآن. الدوري السعودي يجذب الملايين ويقفز آسيوياً وعالمياً، والمنتصف بالأرقام يرصد القيمة السوقية للدوري السعودي. حياكم الله من جديد. اليوم إن شاء الله راح نتكلم في كثير من التفاصيل والقضايا والمواضيع المهمة في كرة القدم السعودية، ما في شك أبرزها الأخضر اللي يتأهل لمرحلة جديدة من خلال معسكر الرياض، بالإضافة الحديث عن القيمة الفنية والسوقية للدوري السعودي اللي مثل ما احنا شايفين يعني أصبح في فترة وجيزة محل أنظار الملايين من الجماهير داخليا وحتى على المستوى والآسيوي. كل هذه المواضيع إن شاء الله راح تكون مطروحة اليوم على طاولة المنتصف، لكن خلوني في البداية أرحب بضيفي نجم الكرة السعودية السابق كابتن يوسف خميس. مساء الخير يا كابتن. مساك الله بالنور. الله يحييك وسعد. بس خلوني قبل ما أبدأ كذا باستعراضة والدخول في الملفات المهمة في هذه الحلقة، أذكر مشاهدينا بأنه بإمكانكم المشاركة معنا اليوم من خلال هذه الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا عبر تويتر، ومثل ما انتم شايفين على الشاشه السؤال المطروح: من وجهه نظرك من اكثر اللاعبين الاجانب تاثيرا في الدوري السعودي؟ في أيضا معسكر المنتخب السعودي اليوم شهد موجة استبعادات لأسباب متفاوتة، حيث غادر ما يقارب خمسة لاعبين مقر الاستعداد، حيث قرر الفرنسي رينارد مدرب الأخضر استبعاد سالم الدوسري لإصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وعبد الله العويشير نظير تعرضه خلال التدريبات لكسر في الأنف، وياسر الشهراني لاعب خط الدفاع بعد تعرضه أيضا لإصابة في عضلة الساق الأيسر في وقت سمح لسلمان الفرج وعبد المجيد صليهم ثنائي الوسط بالمغادرة للظروف العائلية.
يعني ما في شك كابتن بأن مثل هذه الإصابات مؤثرة لأي مدرب ولأي أيضا يعني مرحلة إعداد. إحنا يمكن خلال الفترة الماضية كنا نشتكي من بعد تجمعات اللاعبين أو إعداد المنتخب السعودي بصورة يعني مكثفة، وإحنا نعرف بأن المرحلة الجاية فيها تصفيات وفيها هي مرحلة تعتبر مرحلة ضغط ومطالبة أيضا بالوجود أو بالتواجد في كأس العالم. والله بعد مشاهدتي المباراة الأولى كنت أتمنى أن ما يكون، إذا كان إحنا بنأخذ الفترة هذه استفادة مثل فريق جامايكا، أنا أعتقد أن الحل مو صحيح. لأن أنت لو جيت تقول لي في ألعاب قوة أقول لك هي جامايكا، لكن لما تجي له كرة القدم صراحة من الصعب المنتخب السعودي يوصل مرحلة إلى أن الفرق هذه أنك تلعب معها مباريات، أنا أعتقد أنه تخطاها. يعني هذا يذكرني بأيام أول ما بدأت الكرة السعودية وبدأنا مع أكاديمية مع جيمي هيل، فكان أي ما في أحد نجيب كوفنتري سيتي ونلعب معه. فأنا أعتقد أن جامايكا من الصعب أن المنتخب السعودي، بس يمكن في ظروف صعبة كانت في هالمرحلة، باعتبار كان في منتخبات يعني ممكن أفضل من كذا. يعني أنت تعرف الكابتن بأن المنتخبات الأوروبية ومنتخبات أمريكا الجنوبية متواجدة ما نختلف تصفيات، في الأفريقية نفس الشيء، لكن هذا الوضع يكون صعب. يعني في أيضا في فرق أفريقية يعني ممكن حيكون أفضل من كذا بكثير، فكان الحل ممكن تواجدها، لكن منتخب جامايكا أنا أعتقد أنه اسمح لي أقول نضيع وقتنا هباء منثورة صراحة. طيب لأن الإصابات اللي حصلت من المباراة أنا أعتقد أنه اللي شاهدناه، إحنا كنا نتوقع في أي لحظة ممكن يصاب أي من لاعبين من لاعبيننا إصابة معيقة، فيها مخاطرة. طيب كابتن، الناس تقول كثير أن المنتخب السعودي يحتاج إلى الانسجام، وهذه المجموعة من اللاعبين أو بعض الموجودين اليوم في قائمة المنتخب السعودي ما يشاركون أساسيا مع أنديتهم باعتبار السبعة جانب، وانت عارف الوضع. فموضوع التجمع مهم جدا للمنتخب السعودي في هذه المرحلة. مهم جدا لكن المباريات يجب أنها تختار بعناية، لأن هذا الكلام مبرمج من فترة، في المفروض أنه يكون اختيارنا أفضل صراحة. تكلم بصراحة أن عدينا مرحلة أن يعني نلعب مع هالمنتخبات اللي يعني إحنا لو نلعب مع منتخبات آسيوية ممكن أفضل من جامايكا، أفضل من الحل هذا. أفضل من الحل هذا، لأن تجي منتخب آسيوي ممكن حتشاهد كرة قدم، ولكن إحنا شاهدنا يعني مغامرة صراحة في المباراة، وإحنا كنا حاطين يدينا على قلوبنا أنه ممكن أي لاعب من لاعبين المنتخب وهم لاعبين الصغار ولساهم أنه يصاب إصابة ممكن تعيق إلى نهاية الموسم. صحيح. فما عد نحتاج هالمغامرات صراحة. يعني نتكلم صراحة ما يعني نحتاج أنا هالمغامرات أفهم مثل هالمنتخبات. أفهم من كلامك العنوان العريض لحديثك بأنه مباراة جامايكا يعني لعبناها أو ما لعبناها ما في أي فائدة فنية. ما في فائدة، بل أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها. سلبياتها أكثر من إيجابيتها، لا ممكن إصابة لاعبين. وإحنا لازلنا في بداية الموسم، واللاعب المفروض الآن يبدأ جاهزيته. فأنا أعتقد أنه ممكن التدريبات التكتيكية وحتى ماذا يريد المدرب ممكن ونحافظ على لاعبيننا أفضل من المباراة مثل هذه المباراة بصراحة. يعني إحنا نحتاج إلى منتخب، لو جبت منتخبات آسيوية أو أفريقية أفضل لي من أني ألعب مع منتخب الجامايكا. نعم. أيضاً في نفس هذا الملف فيما يخص أيضاً المدرب رينارد، كانت بدايته مع الأخضر السعودي متذبذبة شوي، لكنه عاد وقدم نفسه من خلال الأرقام بشكل يعني ما راح أقول مميز لكن يعني جيد إلى حد كبير. اليوم سخرت له كل الإمكانيات لتحقيق الهدف ببلوغ كأس العالم، وهو الموضوع أو الأمر اللي اللاعبين أكيد يعني عازمين على إنجازه خلال الفترة القادمة. في الرابع من شهر أغسطس عام 2019 وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقده مع الفرنسي هيرفي رينارد ليقود المنتخب حتى نهاية التصفيات المؤهلة لمونديال 2022. البداية الفعلية كانت في العاشر من سبتمبر مع مواجهة اليمن ضمن منافسات التصفيات الآسيوية لكأس العالم. رينارد ظهر مع الأخضر في 12 مواجهة، ثلاثة منها ودية وتسعة مباريات كانت رسمية ما بين التصفيات وكأس الخليج. المدرب الفرنسي حقق الانتصار في نصف اللقاءات التي قاد فيها الأخضر، وتعادل في أربع وخسر اثنتين. هذه الأرقام لم تحمل كل ما يمكن أن يقدمه رينارد، لكنها في ذات الوقت تضمنت مؤشرا يوحي
بأن هناك عمل فني سيؤدي إلى نتائج محمودة. المدرب الفرنسي ترك بصمة رائعة على الساحة الإفريقية خلال السنوات الماضية، ومن هنا انطلق ليؤكد أنه جاء مع الأخضر ليحقق نجاحا آخر وهدفا وضع في الاعتبار منذ اللحظة الأولى، وهو الوصول بالمنتخب السعودي إلى كأس العالم. كذا كويس يا كابتن. طيب خلينا نتكلم بسعد عن المدرب رينارد. خليني أسألك في البداية، أنت كيف شايف مشوار المدرب معنا؟ والله شوف حتى الآن يعني لا زال يتلمس الطريق، لأن طبعا هي التصفيات هي المحك حتى يكتمل الفريق عناصريا. هو ما اختبر بشكل يعني قوي خلال الفترة الماضية. الفترة الماضية لا ما اختبر، والبداية صح أنها كانت غير جيدة، ولكن لا تنسى أن بعد عودة اللاعبين بدأ المنتخب يأخذ وضعه الصحيح، ولكن يحتاج الفترة القادمة هي المحك الرئيسي بالنسبة للمدرب. طيب بما أنه الحديث عن رينارد أمس في المؤتمر الصحفي، يمكن تابعته أنت وحديثه خلال عن المباراة وعن أيضا فترة الإعداد وعن اختياراته للاعبين، البعض شايف بأنه يعني رينارد ما هو بحاجة أنه يبرر ليش اختار فلان أو ليش ترك فلان. شوف هي المشكلة الرئيسية أن احنا الآن الخيارات تختلف من مرحلة إلى أخرى، ولكن إذا اخترت يجب عليك أن تعطيني المبررات. المبررات يعني أغلب الإعلام يريد مبررات واقعية. أنت لما تختار يجب أن هذا اللاعب يكون مشاهد على أرض الواقع. اليوم ما راح تقدر تشوف اللعيبة على أرض الواقع. إحنا نقول حتى لو أشوفه ربع ساعة ثلث ساعة يعطيني الـ 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 الرؤية أن اللاعب هذا ممكن يفيدني في المرحلة القادمة، ممكن أني أنا أختار المنتخب، ممكن يكون منه أفضل منه في النادي بس هو حياخذ فرصة في النادي، لأن اللاعب الأجنبي ممكن يصاب، ممكن المدرب حتى يعمل يحاول دائما يستفيد من اللاعب، وخصوصا اللاعب الشاب. اللاعب الشاب يحتاج إلى فرصة، ولما يحصل فرصة حتجد أنه يقاتل. يعني أنت ما تشوف فيها شيء لما يطلع المدرب ويقول أنا اخترت اللاعب علشان كذا، أنا استبعدت هذا اللاعب لهذه الأسباب، ما فيها شيء؟ أمر طبيعي أنك أنت تبرر اختياراتك كمدرب؟ يجب أنك أرض الواقع، المفروض أنك ما تبرر خياراتك، لأن هذا القرار راجع لك، ويجب أن يكون أنت هذا الواقع مع الاتحاد السعودي، ما هو مع الإعلام. أيوة مع الاتحاد السعودي. أيوة. ما هو مع الإعلام. الناس تدري شو اللي حاسة فيه أمس؟ بأنه رينارد تحت الضغط خلال الفترة الماضية، لأنه مع الأسف في ناس في المنتخب السعودي وصلون لرينارد ما يحدث في البرامج، في تويتر، في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا إحنا حسينا فيه. وإحنا نشوف أمس رينارد في المؤتمر، أنا أعتبر هذا ضعف. إذا كان إحنا بنوصل لك كل شيء، يجب ان احنا نساعد علشان يعمل عشان ينجح، لان نجاحه هو نجاح للمنتخب السعودي. ولكن مساله اني انا اجلس اسمح لي على هالكلمه اني كاني ملقوف اجلس انقل لك كل ما يدار، هذا شيء طبيعي في الوسط الرياضي، شيء طبيعي في وسط كره القدم. انت الاهم ان تكون قناعاتك، والقناعات هذه لازم تكون على ارض الواقع ان الجماهير والاعلام تشاهدها. لو انا شاهدت اللاعب وستطاع أن يقنعني أنا كمشجع أو حتى كإعلامي، انتهت المشكلة. لا تبرر لي، أنا ما أحتاج أني أبرر لك أساسا. هنا المشكلة أنك ما تحتاج أنك تبرر إذا أنت خذيت لاعب من قناعة من خلال مشاهدته. لكن عندما يتم اختيار لاعب ما تشاهده الموسم أو حتى ما شاهدته إلى يعني المرحلة الحالية، في هنا حتدخل في مشكلة أنك تستطيع أنك تطلع وتبرر وذا. لا، طالما أنا مقطع انتهت المشكلة، انتهى. إيه انتهى، وعطني مبرراتك. يعني بالنسبة اللي يحاسب المدرب مين؟ من اللي يحاسب المدرب؟ المفروض اتحاد كرة القدم. بس انتهت المشكلة، ليش أبرر الإعلام؟ وليش أبرر إذا أنا عندي الشجاعة الكافية؟ خلاص انتهت. صحيح. أنا المحاسب من قبل الاتحاد السعودي. صحيح. الاتحاد السعودي محاسب من قبل الجماهير والإعلام، بينما أنا كمدرب لا، أنا
الاتحاد السعودي محاسب امامه، وله الحق هو انه يجلس معي ويتناقش معي، وممكن اني انا ابرر له. اما نعم. اطلع للاعلام وابرر وذا، لا مو بصحيح الكلام هذا. طيب ايضا في ملف اخر في ضمن ملفات هذه الحلقه، كثيرا ما ترتبط القيمه السوقيه للدوريات المحليه لكره القدم بالانجازات التي تحققها الانديه على المستويات الاقليميه والقاريه، بالإضافة لعدة عوامل أخرى. اليوم الدوري السعودي في الترتيب 16 من أعلى تقريبا 20 دوري على المستوى العالمي. أن تكون من بين أعلى 20 دورياً على مستوى العالم، وأن تكون ثاني أغلى قيمة سوقية في آسيا، وأن تكون الأول عربياً كقيمة سوقية، فهذا يعد واحداً من الأحلام التي كنا نحلم بها. لكن مع الدعم الحكومي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبحت هذه الأحلام على أرض الواقع واقعاً. فعلى المستوى الرياضي، استطاعت المملكة العربية السعودية في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخها، وذلك في أقل من 4 أعوام فقط. ولكي تنجح في رفع القيمة السوقية للدوري، فهناك عدة شروط وضوابط يجب توفرها، منها الإنجازات التي تحققها الأندية على المستويات الإقليمية والقارية، وكذلك معدلات المشاهدة من قبل الجماهير، وقيمة النقل التلفزيوني، والتعاقدات مع اللاعبين والمدربين العالميين. الدوري السعودي كان واحداً من الدوريات التي تستقطب ألمع وأقوى اللاعبين وأشهر المدربين، بالإضافة لاستقطاب أفضل الحكام على المستوى العالمي. كل هذه المعطيات ضاعفت من قيمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الصعيدين المالي والتسويقي بقدر اللافت خلال السنوات الماضية، والذي جعل من الدوري السعودي واحداً من بين أعلى 20 دورياً على مستوى العالم في الترتيب 16. أيضاً حول هذا الموضوع معنا هاتفياً الدكتور مقبل بن جديع، المستشار في الإدارة والتسويق. دكتور مساء الخير. يا مساء النور، حياك الله أخوي عبد الله. الله يحييك. ترفعوا لي الصوت يا شباب شوي في الاستوديو لاني ماني بسامع. خليني أسألك دكتور في البداية عن الدوري السعودي، يعني مثل ما احنا شايفين خلال فترة وجيزة استطاع أن يقفز بسرعة إلى مراحل متقدمة. اليوم كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، هل الدعم اليوم والضخ المالي ساهم بصورة أساسية ومباشرة بوجود الدوري ضمن أفضل 20 دوري على مستوى العالم، أو في عوامل أيضا يعني كثيرة أوصلت الدوري السعودي إلى هذه المرحلة؟ بلا شك أن الدعم اختصر مسافات. ترى أنا قاعد أسمع الصدى عندي في الجوال، فما أدري إذا صوتي واضح عندي. لا أنا الصوت واضح عندي، بس ترفعونا شوية شباب في الاستوديو عشان يتفضل. جميل. أقول لك الدعم بلا شك أنه اختصر مسافات، دعم كبير وكبير جدا. وهذه نتائج الدعم. نحن لو لاحظت المنظومة الرياضية عندنا قاعد يجيها دعم كبير جدا، الآن نستضيف بطولات، نستضيف أحداث عالمية بشكل كبير جدا. الدوري السعودي الآن فيه لعيبة نوعية، يعني لعيبة نوعية أثروا على إثارة الدوري. وحتى لو لاحظت السنة هذه الرعايات بادي، شركات كثيرة تتجه للأندية، وبغض النظر عن قيمة الرعايات أو قلتها من كثرتها اللي قاعد نسمع اليومين، لكن إنه في شركات كثيرة قاعدة تدخل السوق، حتى شركات ناشئة، هذا يعطيك دلالة على أنه في شيء يجذبهم للدوري السعودي. هذا يعتبر أمر إيجابي صحيح. أي فأقول لك الأسماء تجذبهم، أسماء اللعيب، أسماء النجوم، أسماء الدوري، في وهج في الدوري. تخيل هذا في ظل غياب الجماهير بسبب الجائحة، جائحة كورونا، فما بالك لو كنا زي العام الماضي واللي قبله. أنا متأكد أنه بيكون القفزات أكبر وأكبر. صحيح. طيب اليوم إحنا نسمع كثير من الشركات الصغيرة، الشركات المتوسطة والكبيرة في الأندية في الدوري السعودي يعني بشكل عام. هذا الموضوع شو يعني؟ كل هذه الفئات من الرعاة في الدوري
أكيد له مسببات معينة، أنا أقصد بعيد أيضا عن الحضور مثلا الجماهيري أو المتابعة. باختصار شديد الجميع يحرص على التواجد في 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 مثل هالدوري المثير، الدوري اللي يجذب. بس هو يعتبر اليوم أمر إيجابي بأنك تشوف مثلا شركات صغيرة داخلة في الدوري؟ أكيد نعم، لأن البعض يقول لك، البعض كان يقول لك أنه إحنا الشركات الكبيرة كانت هي الموجودة في الرياضة، هي اللي تدعم الأندية، هي اللي تملك مثلا حقوق الرعاية في الأندية السعودية. اليوم لا، صار الموضوع يعني كأنه في دمج شوي. لا مو صحيح أنه الشركات الكبيرة راحت. لما تكلم عن السعودية، لما تكلم عن اتحاد الإمارات، إعمار، هذه شركات كبيرة، شركات عملاقة، شركات سيارات موجودة، شركات. يا أخي بالعكس، هذا تنوع في السوق، هذا يعطيك دلالة حتى على أن البلد قاعد يتطور، ليس على مستوى الرياضة فحسب، حتى على مستوى الاقتصادي والتجاري، في شركات جديدة قاعدة تنمو، شركات قاعدة. الجائحة هذه صحيح أن في ناس تأثروا ويمكن طلعوا من السوق الرياضي كرعايات، لكن البديل تجيك شركة ثانية عندها قوة مالية، فتكون بديل، يعني تدفع فلوس تتواجد، لأنه بكرة هالشركة اللي نقول أنها صغيرة بتكون كبيرة. يعني وأنا أعرف أنه أغلب الشركات اللي دخلت السوق الفترة هذه عندهم لا يقل عن 40-50 فرع أو شيء من هذا يعطيك دلالة أنه فيه قوة مالية، ما هي بس رعاية مجاملة لنادي معين أو شيء معين، هم فعلا يبغون يتواجدون الميديا إكسبوجر، أو خلني أقول لك الظهور الإعلامي اللي يبحثون عنه راح يجدونه بشكل كبير. أضف إلى ذلك أنه الأندية فيها نجوم يعني يصنعون الفارق ويجذبون الجماهير. نعم، طيب أنا أشكرك دكتور مقبل بن جديع، المستشار في الإدارة والتسويق، شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات والآراء. أيضا من حيث القيمة السوقية بين الأندية السعودية وبحسب مواقع عالمية، رصدنا لكم أعلى 6 أندية من حيث القيمة السوقية. طيب كابتن، خليني أسألك عن الدوري السعودي فنيا. يعني مثل ما انت شايف اليوم المستويات متقاربة، احنا عندنا كثير من النجوم اليوم في الدوري السعودي، وهذا أكيد بعد فضل الله سبحانه وتعالى يأتي بفضل ودعم القيادة اللي كان دعمها مؤثر بصورة مباشرة على الدوري. احنا أصبحنا ما نعرف اليوم في كل جولة مين الكبير ومين الصغير في الدوري من بين الفرق، يعني ما تدري هل هذا الفريق يفوز ولا هذا. والله شوف، هو ما في شك أنها نقطة مهمة، هي الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للرياضة، ولكن يجب أن نعرف، خلنا نقول الأمور معروفة سلفا ولكن يمكن تتعقد شوي. المنافسة حتظل منافسة مثل ما هي معروفة بين الفرق الكبيرة، ولكن بس ما أصبحت الأمور محسومة مثل أول. ما أصبحت الأمور محسومة مثل الأول، لا، خلنا نقول ان لم تعد النتائج تكون بتلك الصورة السابقة. بس خليني ارجع شوي معك يا كابتن، في 4 جولات تحديدا في النصر مثلا، النصر ما عنده الا 3 نقاط وهو بطل، يعني بطل المنافسة وبطل قوي في المواسم الماضية، وواصل مراحل متقدمة في دوري ابطال اسيا. في الدوري السعودي ما قدر يجيب الا 3 نقاط حتى الان. لا ننسى ان الظروف اللي واجهته لو واجهت اي فريق ممكن انه يكون أسوأ من كذا، ولكن هو عائد زين، لكن لسبب معين. احنا نقول النصر ما يدنا وشغل الناس، ولا يعتبر هذا يعني مثل بالنسبه او مقياس ان نحط نادي النصر، لا، لسبب معين. ان لا زالت، نرجع احنا نقول اللي تنافس على الهبوط تظل مثل ما هي، والفرق الوسط، فرق الوسط، فرق المقدمه، احيانا يحصل احد المفاجآت اللي ممكن تصير، ولكن اللي جعل المستوى يعني يكون شوف متقارب وجود اللاعبين الأجانب، ولكن عقلية المدربين أيضا أصبحت مثل ما هي، إن هذا فريق كبير
وانا جاي فريق صغير إيه، لكن عندك لاعبين اجانب صح يفرقون، ولكن يجب انك انت تغير الاسلوب صح. يجب ان يكون عندنا مدربين شجعان يستطيعون انهم يغيرون هالنظره وان فريق صغير. ليش؟ لان يجب اني انا اكون صاحب. يعني احنا الان المباراه الاخيره بين النصر والقادسيه لم يكن في النصر سوى لاعب واحد اجنبي حارس مرمى، وانما كان جل اللاعبين من الشباب والأولمبي، بينما فريق القادسيه يضم اغلب اللاعبين الاجانب، ومع ذلك استطاع أن النصر هو اللي يكون سيد المباراة وهو اللي يسيطر عليه. وأنا من وجهة نظري إن بعقلية مدرب نفس الأسلوب، أنا الجلوس في المنطقة الخلفية ولعب الكرات الطويلة، وأعتقد أن هذا أصبح غير مجدي في كرة القدم. يجب أن نغير الفكر، هو فكر مدربين ولا لاعبين، لأن اللاعبين موجودين الأجانب، كل نادي عنده 7 لاعبين. فنتمنى يعني انه ولا الظروف مثل ما هي حيظل المقدم الوسط الوسط اللي تنافس على الهبوط. كلام محبط للانديه اللي لا لا هذا يعني. واقع، هذا واقع صحيح. تكلم بالواقع. شكرا يا كابتن. يا هلا وسهلا. شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقه. ملفاتنا انتهت، بكره ان شاء الله تفاصيل جديده في كره القدم السعوديه. في امان الله.